بسم الله الرحمن الرحيم. كما تلاحظون هذه الأنشطة التي يقوم بها التلاميذ هي تأتي في إطار برنامج الأنشطة المصدر من قبل نادي البيئة والصحة القرية على حق الإنسان التابع لمجموعة مدارس معاوية نيابة حكومة النسات، ويأتي كذلك في إطار الاحتفال بالأسبوع العالمي للغابة، حيث هذا يأتي هذا النشاط كما ترون الذي قمنا فيه بزيارة لمحل الاستراحة الواقعة بين جماعة أيت مالك وجماعة سيدي علي البحراوي، هي كفضاء طبيعي ووسط غابة معمورة، والتي من خلال هذا النشاط نريد أن نرسخ جانب الوعي عند تلاميذ المؤسسة من أجل الاعتناء بالشجرة والاعتناء بالغابة والاعتناء بالبيئة بصفة عامة، حيث قمنا بعملية التدوير، كذلك قمنا بعملية تحسيسية لزرع هذه الثقافة في تلاميذ المؤسسة من أجل أن نخلق لديهم وعيان بأهمية البيئة وبأهمية المحافظة على الطبيعة بصفة عامة. ونشكر موقع تيكت بريس على هذا الاهتمام بالأنشطة التي تقومها.